هذا الدجاج اللي درت بابيوت ها هو دابا غادي نعلي عليه باش يتحمر. ها هو هذا درت له ساعة ديال الكاب شفتو ها هو دابا نخليه يتحمر مزيان ونتلاقى بكم. الصفة ديال الكسكسو راه ديجا عندي في القناة باش تدخلوا تشوفوها بعد ما نعاود نصوبها ليكم. الدجاج نعطيكم المارينا اللي درت ليه، صوبتو البارح في الليل اليوم عاد طيبتو. المارينا ديال الدجاج درت الاعشاب منسمه، معلقه كبيره ديال لاموطار، معلقه كبيره صغيره ديال الثوم غبره، معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره مع مرج ديال الابزار، شويه سكنجبير طري وشويه سكنجبير اليابس، ودرت الزيت البلديه ولا عندو المهم هنا درت الزيت ديال الجنجلان ولا عندو زيت البلديه يديرها، وسميتو تحميره فيمي. خلطت كلشي مزيان ودرت درتو في هذا الدجاج بحال هكا، قسمته هكا على جوج ودرتو حتى درتو في الليل حتى اليوم عاد طيبتو بحال هكا، درتو في بابيوت درتو في الفران، دابا ساعه في الفران، دابا عرفت عليه باش غادي يتحمر ليا ونحيدو. ودرت قشيوشات ديالو بالطريقه العاديه المغربيه بوحديتهم، درتهم بالبصله والثوم الربيع والعطريه ديال اللي كنديرو في الدغميره والحامض مصير، وراهم تيطيبو حتى هما انا كيطيبو هنا الدغميره شفتو ها هي، كتسنى حتى تشرب مزيان وتعسل مزيان شفتو. هنا قشيوشات كلهم قطعتهم. بالنسبه لهاد لاصوص راه مثلا تخليوها هي باش كتسقيو بها الدجاج ولا تدهنوا بالشيته وكترجعوا الفران يتحمر مزيان بحال هكا باش ما يجيناش ناشف، كيجي غزال الطريقه كتمشي خطيره، جربوها على ضمانتي غتعجبكم ان شاء الله تاكلوا حتى العضو ما تاكلوه. التوفيره الاخرى كندير الزبده هنا اللي مغسول كنديرو في القاع وكندير هكا الكسو ونديرو الفرن. كناخد هاد الليمون العجيب كندير فيه هنا اللوز اللي محمر وعاد غندير فيه ديك الكسكسو هنا. هذه هي فارس درت فيها الزبده غنخلطها باش نديرها في هاد المول هذا. حاولوا ملي تعمروا هاد الليمون كتضغطوا عليه مزيان بيديكم هكا باش يبقى واخد لافون وما يتخسرش لكم اللي تقبلوا في البلا ديال التقديم. نديروا الطبسيل هكا وتنقلبوه. ها هو قلبتوه دابا هنا، تحاولوا ديروا هكا ها هو دابا سخون عليا هاد المبكله شويه بشويه وبتهزوه يجيكم ساهل. فوالا شفتوا كيفاش جا. ديروا الدغميره هكا شي طبيسيل بحال هكا والدجاج كنديرو في الجناب كوم سا. فوالا لكان عندكم بزاف انا حيت العدد قليل ديال لي بيرسوناج اللي ياكلو هاد الطبسيل ونزينو هكا بالبرقوق. راني درتلو غير شويه ديتو شويه في الماء وزولتلو العظام وقسمتو على جوج. هذا هو الشكل النهائي ديال البلا ديالنا، شفتوا كيف كيجي؟ كيجي رائع وغزال وسهل، كلشي يقدر يديرو. تفرحوا بوليداتكم وضيافكم حتى هما لجوا عندكم، تتكون كمية كبيرة.